بان نعلم ان الله تبارك وتعالى هو صاحب الملك الحقيقي وان ما استخلفنا الله عليه انما هو عاريه من اجل ذلك من قال انا وعندي فهما الهلكه فمن قال انا او عندي ظانا منه انه يستحق ذلك فان الله تبارك وتعالى لا يتركه ولا يترك ملكه الأمر الثاني أننا نرى تصاريف الملك سبحانه وتعالى في خلقه فحينما نرى سنة الله في خلقه يحدث هذا لنا في قلوبنا إيمانا حتى لا نتخطى الرقاب مع الله تبارك وتعالى أمر الثالث لا بد أن نفهم أن ذكر الله تبارك وتعالى والتقرب إليه هو الذي ينمي عندنا معنى العبودية لله وعلى ذلك معنى التخلق بأخلاق الملك الحق تبارك وتعالى، جميل، لماذا؟ قال لان الذي لا يفهم الله تبارك وتعالى ولا يفهم اسماءه وصفاته ولا يفهم ايضا صفات العبوديه العبديه فانه من الامكان ان يكون مثل قارون هذا قارون استخدم نعمه الله في افساد عباد الله لان الله تبارك وتعالى انعم عليه مالا حتى قال الله عز وجل في كتابه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، معنى ذلك أن مفاتيح كنوز قارون لا تستطيع أن تحملها مجموعة كبيرة من الرجال أصحاب القوة والعضلات. ولكن قارون لم ينسب هذا الفضل لله عز وجل ودارت محادثه بينه وبين اولي العلم حينما قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ماذا قال ورد عليهم قارون قال انما اوتيته على علم عندي فاذا لم يفهم ان هذه عاريه ولم يفهم انه يتصرف في مال الله وفي نعمة الله وفي ملك الله لخلق الله لأنه لأنه ب. كل جسمه عينه وسمعه ويده ورجله وعقله وكل كله مملوك لله عز وجل واذا كان ذات الانسان مملوكه لله عز وجل فان المال بالاحرى يكون مملوكا لله وان النعم التي ينعم الله بها عليه تكون مملوكه لله لم يكتفي قارون بقوله انما اوتيته على علم عندي حتى انه جعل جعل نفسه ندا لله في الذاتيه الماليه وانما اراد ان يفسد خلق الله بمال الله فوق ارض الله وتحت سماء الله ذلك لانه خرج على قومه في زينته في المال والابهه والتاج والمجوهرات التي على على لبسه وفي موكبه خرج على قومه في زينته حتى ان بعض الناس قد فتن بمنظره وقال الذين وقالوا قال الذين في يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم اذا غير منهج الله في قلوب عباد الله وجعل عقول الناس تنظر الى الناس ولا تنظر إلى المنعم ومن أجل ذلك غار الله على نعمته وغار الله على نفسه وقال الذين أوتوا العلم لقارون لقارون ابتغ فيما أتاك الله وقال وقالوا أيضا لهؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا أولو العلم قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل يريدون أن يردوا عقول هؤلاء وقلوبهم إلى المنعم وليس إلى النعمة فماذا فعل الله بمن أراد الندية له في ماله قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان وما كان فما كان له فئه من ينصرونه من دون الله وما كان من حينما خسف الله به الارض رجع المنهج في قلوب وعقول الناس الى صحته حتى قال الذين تمنوا مكانه بالأمس ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأنه لا يفلح الم... إذا هذا الأمر حينما نتكلم ونعزز معنى الملكية أن نعرف أن الملك لله والمتصرف فيه يأخذه منك كيف يشاء وأن يشاء ومتى يشاء وما جعلك إلا مستخلفا هذا هذه الأشياء يقويها بعض الأشياء العملية بأن يكون الإنسان على ذكر دائم بالملك الحي القيوم